وطبعا كما قال ابن الجوزي مرة، الشيطان لا يتلصص إلا في ظلمة الجهل. بيقدر الشيطان يضحك على عالم؟ على عالم فهمان؟ ما بيقدر. تضحك على مين؟ على الجهل. كلما ثخن حجاب جهل المرء والعياذ بالله، تسنى للشيطان أن يتلصص بحريتي على كيفه، يعني على كيفه عاد. فعلشان هيك هؤلاء الصوفية أو المستصوفة الزنادقة منهم أعني، والحلولية والإباحية، يحرصون جدا على تجريف عقول مريديهم ويزهدونهم إلى الغاية في العلم الشرعي وطريق طلبه طبعا دائما، ويحطون على العلماء، العلماء طلاب دنيا، العلماء فسقة، العلماء لا يا حبيبي، هذا كذب، هذا كذب وغيبة عظيمة ستسأل عنها يوم القيامة. ما العلماء؟ أبو حنيفة والشافعي والصادق وزيد ومالك وأحمد، هذول أولياء الأمة أصلا، هذول هم أولياء الأمة، هذول فجروا وفسقوا كذا لأنهم مش على طريقتكم، يعني شيء غريب. يزهدون لماذا؟ لكي تسنح لهم وتتسنى لهم الفرص المتجددة أن يضعوا في فهمك وعقلك ما يشتهون وما يهوون من غير ممانع، وأنت تقبل حتى لو كان تقول العرض والعياذ بالله.